السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحاضرة بخصوص تنزيل ووردبريس. حاجة تكتب فوق انت بيتنامي وندير وانت طبعا نختار بيتنامي باكج ابليكيشن نزور عليها. بعدين نقدر نختار شنو عن طريق الابليكيشن او عن طريق الايقونات الموجودة. نختار الووردبريس. طبعا في تطبيقات واجدة على الووردبريس، في من ضمنها الكلاود او الدرون لاين او الدوكر. او نحن في حياتنا بندرون لوكال، مش هنستعمل فيرتشوال ماشين، هنستعمل تطبيق واتي على ويندوز او الماك او لينكس. تمام. وبعدين نختار لو احنا جهازنا ويندوز نختار داونلود في ويندوز، لو ماك اختار ماك او اس او على لينكس طبعا هنختار داونلود في ويندوز. هيقول لك كان تدير ريجستريشن على الموقع بتاعهم، يقول له نو ثانكس تيك مي تو داونلود. هتطلع لك في الداونلود لو عندك داونلود مانجر او تنزيل خاص بويندوز. اخر اصدار في الوقت المحاضر هو 5.93. دير ستارت داونلود وبعدين شنو ممكن حسب النت بتاعك، بعدين دير له اوبن. بعد ما ينزل البرنامج بتاعنا هنفتحه برنامج EXE، هنفتحه على الويندوز ونوريكم طريقة ستاب على الويندوز. الماك ولينكس طبعا كل واحد طريقة تختلف، بس باعتبار الأغلبية ويندوز هنشغله على الويندوز. طبعا المفروض هيفتحنا النافذة متاع البرنامج ووردبريس. ممكن نعطل شوية حسب سرعة الجهاز. بعدين ما يفتح معك البرنامج هنختار اللغة. طبعا احنا ديفولت هنختار انجليزي. لو واحد بحمل عربي مش حالق، انا بتنامي مش مكتب العربي، فطريقة العربي دي طريقة بروحها، او تقدر تنزل انجليزي وتنزل باكج بعدين عربي. المهم طبعا في الكورس هذا هناخدوه بالانجليزي. دير اوكي. طبعا كيف هي برنامج ويندوز، هذه النكست بي اتش بي ما عاد ما دي خاصه بالداتابيس، حتى اختارها هي هنزل ووردبريس باي دير نكست. طبعا الدايركتوري والمسار البرنامج الووردبريس همتان هي جوا مجلد بتنامي على قرص سي. طبعا هذه النقطه المهمه اللي ضروري ننتبه لها، تقدر تغير اسم الموقع بتاعك الووردبريس، الايميل الشخصي بتاعك واليوزر نيم الخاص بالادمن والباسورد. بعد ما تختار ادير نيكست، انا مثلا مش هنجربها بس هندير نيكست، يقول له ضروري تدخل باسورد. المهم انتوا انا حسابكم عند الخطوه هذه، لاني منزل عندي جهاز في منزل الووردبريس عندي في الجهاز، فاحنا هنوقف عند النقطه هذه. انتوا طبعا حديروا نكست والبرنامج ممكن ياخد من ربع ساعة لنص ساعة حسب سرعة الجهاز في التنزيل. تمام، انا هوقف عند هنا وبعدين اوريكم كيف تخشوا على الوورد بريس. تمام، بعد ما تأكدوا ان البرنامج تحمل تمام على الويندوز، طبعا يا اما دي نفس الجديد لما تكتب، طبعا هتكتب بما انه هو نزل لوكال هوست او نزل لوكال على الجهاز، هتكتبه في البراوزر لوكال هوست وبعدين ديرو انت. طبعا هيطلع لك النافذه ترحيبيه من بتنامي او الشركه المسؤوله عن الباكج بتاع الووردبريس. هتختار اكسس ووردبريس. طبعا بعدين هيفتح تو هذا الموقع انا مكست عليه بالووردبريس. تلاقوا فيه مثل لوجو وسيرش موم، هو عباره عن تمبليت خاص بالووردبريس مضايف فيه حاجات خفيفه. تمام، وبعدين باش نحن نخش على هذا المتصفح، اي مستخدم لو انتم درتوا مثلا اونلاين يطلع على الويب بيج او الهوم ويب بيج، الصفحه الرئيسيه للموقع بتاعكم. طبعا انا على السريع بس موريك اللي تخش على الادمن او التحكم الخاصه بك، اكتب بعد الووردبريس wp
ادمن ودير شنو انت. لو لاحظت انا مستعمل دارك فيم في جوجل كروم فاي تقدر الشاشه على الدارك مود. لو انتم مش مستعملين حتعطيكم نفس اللوجو بس خلفيه شنو بيضاء. اليوزر نيم اللي استعملته انا الهوني. ندخل الباسورد طبعا عندنا. لو انتم مش دارين بلاج ان مضيفين اي حاجه سكيورتي على الموقع هيخش معكم. طبعا انا ضيف حاجتين سكيورتي او واحده هي ريكابتشا خاصه بالجوجل طبعا عظيم في المحاضرات المتقدمه في الكورس مودي الكرام. وضيف حاجه اسمها تو فاكتور اوثنتيكيشن بحيث شنو ضروري نفس الفيس نفس الجوجل ضروري تدخل الاكونت دخل رمز سري واحد اخر تقدر تربطوه بالنقال او يجيك على الايميل تواني كم كيف تستعملوه. بالنسبة لي أنا ربطه على الاثنتيكيتر خاص بالكروم الموقع بتاعي. وهذا طبعا عندي اكثر من موقع والموقع طبعا يدير لك جنريشن للكود. عندك كود هذا كل دقيقة كل 30 ثانية تغير نختاره وندير كابي وبعدين ندير لك كنترول في وندير شنو لوجن توكي. لو الكود ما مزبوط هيفتح لي تو شنو الووردبريس ادمن بتاعي او الداشبورد. طبعا عندنا الجزئية هذه الاولى بكم توصل عندنا دروا لي سكرين شوت تبعثوا لي شنو على الواجب على الكلاس اب. تمام طبعا سكرين شوت على حسب الجهاز نتاعكم. انا عندي التول خاصة بالبايو عندي له سكرين شوت بعدين شنو نختار كله كابي او سيف بعدين نبعثها للهوم ورك. تمام هذا بالنسبة شنو الجزئية الاولى هي كيفية تحميل الووردبريس على اللوكال هوست. ان شاء الله حنلقاكم محاضرة اخرى. ماشي السلامة.